بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عبارة عن المحاضرة الثانية، وهي عبارة عن نشأة علم النفس ومدارسه. نبدأ بنشأة علم النفس. نستطيع القول بأن علم النفس علم قديم جدا وحديث جدا. هنا موضع تعليل، لماذا علم النفس؟ لما يسأل الطالب نفسه لماذا علم النفس علم قديم جدا وحديث جدا؟ السبب علم النفس قديم بقدم الحياة الإنسانية، لأنه يدرس الإنسان، وهو حديث لأنه آخر العلوم اللي استقلت عن الفلسفة وأصبحت تعتمد على المنهج العلمي في البحث عن الحقيقة. إذن قديم جدا لأنه يدرس الإنسان من قدم حياة الإنسان، وحديث لأنه آخر العلوم التي استقلت عن الفلسفة وأصبح له منهج واضح ومنهج علمي للبحث عن الحقيقة. بالنسبة لمراحل تطور علم النفس، المرحلة الأولى مرحلة فلسفية تأملية. هذه المرحلة ارتبطت الفلسفة بأفكار العقل والروح. المرحلة الثانية مرحلة الانفكاك عن الفلسفة والارتباط بدراسة علم وظائف الأعضاء أو علم الفسيولوجي ودراسة الطب التجريبي. ثم المرحلة الثالثة مرحلة استقلال العلمي منهجا وموضوعا تحت تأثير أن علم النفس قابل للملاحظة والقياس والتفسير. أهم المدارس بالنسبة لمدارس علم النفس، المدرسة الأولى المدرسة البنائية وبقيادة فونت وتشنر. طيب، هدف هذه المدرسة تحرير العناصر والتركيبات الأساسية للخبرة النفسية الشعورية عن طريق استخدام منهج السبطان. ومنهج السبطان طبعا يفترض أن الفرد الجانب النفسي لا يشعر به إلا نفسه، ولا يمكن معرفته إلا إذا تحدث عنه. لذلك الخبرة الشعورية هي عبارة عن أحاسيس وصور ومشاعر، ودرجة أنه أحد علمائها يعرف علم النفس بأنه علم الخبرة الشعورية، وسميت بالبنائية لاعتقادهم أن الخبرة النفسية هي الخبرة الشعورية أبنية تتألف من حالات بسيطة، يعني يمكن فهمها فهم الخبرة الشعورية ومن ثم فهم سلوك الإنسان. المدرسة الثانية تسمى المدرسة الوظيفية بزعمائها ويليام جيمس وجون داوي. هدفها دراسة كيف يستخدم الكائن قدراته الإدراكية، أي تهتم بالجانب العقلي، في التفاعل مع البيئة والتكيف معها. سميت بالوظيفية قال لاعتقادهم لأن كل سلوك وظيفة وهدف، لذلك سميت هذه المدرسة بالمدرسة الوظيفية. طبعا دراسة السلوك الظاهر القابل، طبعا معانا بعد ذلك المدرسة السلوكية. المدرسة السلوكية طبعا هدفها دراسة السلوك الظاهر القابل للقياس والملاحظة. طبعا يؤمن السلوكيون بالسلوك الظاهر القابل للقياس والملاحظة. طبعا المدرسة السلوكية تغلو، أي تسرف، في دراسة أثر البيئة والتربية في نمو الفرد، وتقلل من أثر الوراثة. طيب، درجة أنه أحد زعمها واتسون يقول أعطوني 10 من الأطفال، طبعا يتم اختيار بشكل جزافي بشكل عشوائي، ثم بعد ذلك يقول واتسون فاختار أحدهم جزافا، أحد هؤلاء العشرة، ثم أدربه يعني دليل على تأثير البيئة والتربية. قال فأصنع منه ما أريد، طبيبا أو عالما أو تاجرا أو لصا أو مسؤولا، بغض النظر، أي بغض النظر عن الوراثة، بغض النظر عن ميوله ومواهبه وسلالة إسلافه. أي أنه مدرسة سلوكية يعني تسرف في تأثير البيئة والتربية وتقلل من أثر الوراثة. وهذا ما لاحظ من خلال قول أحد زعمها واتسون أنه يعني ممكن أدرب هذا الطفل فأصنع منه ما أريد، يعني لصا أو متسولا أو عالما أو تاجرا أو غير ذلك ما يريده الأفراد منه. طيب، ثم بعد ذلك معانا مدرسة التحليل النفسي. مؤسس هذه المدرسة سيغموند فرويد، العالم الطبيب النمساوي سيغموند فرويد. طيب، مما تنفرد في هذه المدرسة أنهم توكيدها على التأثير العوامل والدوافع اللاشعورية. طبعا في شعور وما قبل الشعور واللاشعور. مدرسة التحليل النفسي تركز على اللاشعور،
يعني كثير من العقد النفسية ترجعها إلى جانب اللاشعور، في هناك أشياء كبتت في اللاشعور. طيب، وكذلك توكيدها، وهذا شيء مهم في عملية التربية، تربية الأجيال. مرحلة الطفولة المبكرة، يعني خاصة علاقة الطفل بوالديه في تشكيل شخصية هذا الإنسان، يعني ونشوء كثير من الأمراض النفسية والعقلية. أي أنه هذه النقطة ما تركز عليه مدرسة التحليل النفسي. مرحلة الطفولة مرحلة مهمة للنشوء كثير من العقد النفسية، سواء كان بعد ذلك راشدا أو كبيرا. وإذا تركز ونشوء كثير من الأمراض النفسية، مرحلة الطفولة مرحلة مهمة. كذلك مدرسة التحليل النفسي، يعني أول سيجمنت فرويد هو من حاول تطبيق المنهج العلمي في تأويل الأحلام، سواء كان أحلام النوم أو أحلام اليقظة أو الإبداع والإلهام. لدرجة أنه يعرف لنا حلم النوم، قال هو عبارة عن تحقيق رغبة أثناء النوم لا يمكن تحقيقها في اليقظة.